مجددا الحزب الدستوري الحر يتحرك ميدانيا احتجاجا على ما تصفه قيادات دستورية بوقف المد الإخواني في البلاد، إذ شددت رئيسة الحزب عبير موسي على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أفضل الظروف والتخلص من أذرع الفساد السياسي المتمثلة في الجمعيات المشتبه بتلقيها أموالا طائلة من الخارج ومقربة من الإخوان. نعرف جيدا أن هذه الجمعيات دخلت إلى تونس بالعناوين الخيرية وبعناوين التبادل الثقافي، لكنها كانت في الأصل خزانا ماليا لفائدة الأخوان المسلمين يستعملونه للاستقطاب، يستعملونه لجلب الأصوات. ولذلك أصبح من الضروري الآن تنقية تونس من المال السياسي المشبوه عبر هذه الجمعيات حتى تكون الانتخابات شفافة ونزيهة. كما دعت موسي وزارة التعليم العالي في تونس للقطع والتدقيق في اتفاقيات مبرمة مع عدد من الجمعيات الأجنبية، داعية للتحقيق في تمويلات تم ضخها للوزارة. ويرى متابعون أن دعوة موسي تأتي في ظل الشبهات التي تلاحق جمعيات إخوانية تعمل على نشر الفكر التكفيري لا سيما في أوساط الشباب في الجامعات. لابد من حل هذا الملف بكل جدية وبكل جرأة وفضح كل من تورط في توظيف غطاء الجمعيات والاستفادة ربما من الفراغ التشريعي أو من قلة الرقابة لإفساد البلاد من خلال إبرام صفقات لترويج الفكر الزائف في تونس. وخلال الأيام القليلة الماضية نظم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتحقيق حول محاولات بعض الجمعيات نشر الفكر المتطرف في صفوف الشباب. ويأتي ذلك بينما ينظم الحزب اعتصاما مفتوحا أمام مقر ما يسمى اتحاد علماء المسلمين للضغط على السلطات لتجميد كافة أنشطته في البلاد. ما بين المطالبة بالتحقيق في تلقي جمعيات مشبوهة لتمويلات خارجية تعمل على نشر الفكر التكفيري في البلاد ولا سيما في الأوساط الشبابية، وكذلك التحركات التي يقيمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة بإغلاق مقر ما يسمى اتحاد علماء المسلمين في البلاد، يبقى السؤال الكبير: هل تستجيب السلطات لمطالب الحزب الدستوري الحر؟ ياسر دبابش، الغد، تونس.